صحف عالمية تسلط الضوء على بكاء رونالدو بعد خسارة نهائي كأس الملك. سلطت الصحف العالمية الضوء على بكاء لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بركلات الترجيح. وقالت شبكة توك سبورت كريستيانو رونالدو يغادر الملعب وهيبكي بعد إهداره اللقب في نهائي الكأس. وأشارت جي جلوبو البرتغالية بكاء كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر بركلات الترجيح أمام الهلال لا يخفي النجم البرتغالي الحائز على العديد من البطولات خيبة أمله بعد حصوله على المركز الثاني في كأس الملك. وأوضحت صحيفة أبولا البرتغالية رونالدو يبكي بعد خسارة كأس الملك ويبقى على الأرض منهمر في البكاء بعد فوز الهلال باللقب. كما قالت صحيفة موندو الإسبانية رونالدو لم يستطع إخفاء طعم الهزيمة المرير حيث ظل يبكي على العشب بسبب الفشل الجديد مع النصر وزملائه بالفريق قاموا بمواساته. وكتبت جاسيتا الإيطالية كريستيانو رونالدو يخسر نهائي كأس الملك وينفجر في البكاء. وأبانت ريكورد البرتغالية رونالدو في سن 39 عاما يواصل شغفه المكثف للغاية ولم يخفي خيبة أمله وانتهى الأمر به بالبكاء على أرض الملعب. تفاصيل المباراة: تقدم الهلال أولا عن طريق الصربي ألكساندر قبل أن يعدل أيمن يحيى النتيجة في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت 3 بطاقات حمراء من نصيب الكولومبي دافيد من النصر وعلي البلاهي والسنغالي كاليدو من الهلال. وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح التي أعلنت فوز الهلال بالبطولة لينفجر رونالدو بعدها بالبكاء على أرض الملعب قبل الذهاب إلى دكة اللاعبين البدلاء ومواصلته البكاء حزنا على خسارة اللقب. وقد استذكر مشجعو مباراة كرة القدم اللقطة الشهيرة لرونالدو وهو يبكي بعد خسارة البرتغال من اليونان في نهائي كأس أوروبا عام 2004 في أول بطولة كبرى يخوضها مع منتخب بلاده.